الجوهرة Summer Station موج مع الموجة. جينا لهنا نصوروا لقينا سلسلة هذه، قلت لك علاش مسكرين الكياس يا سيري ذا، فسرت لي. السلسلة هذه أختي مركبينها على الفوضى اللي تصير في الليل من طرف السهارة، يجيوا يكملوا بقيت السهرة نتاعهم من 3 تاع الصباح، يحل 4 بيبان نتاع الكرهبة، يحط بو مزاود، كلام ما نجمش نفسره لك، كلام بذيء ياسر. ناس راقده في ديارها فدني مضي ساعتين تقوم، واحد راقده مرته والاخر فدني باب بناته، يعني عقروا في الخمر لهنا يستعملوا فدني الخمر ويجيو يكملوا بقيت السهره لنا من مره 3 تتلم كهربا داخله وكهربا خارجه وحس وعياط وزياط وشطيح ومزود هكا. علاش تلزينا عملنا سلسلة هذه؟ حصلتوا بالامل في الوقت معناها هذاك باش يجي خارج الناس هذوما؟ طيب في بعض الحالات اتصلنا بالامن، مره يجي مره ما يجيش، فدني مره ما يشعر بيك اللي اتصلتوا بالامن يخدم كهربته ويخرج معناها، ولا فدني ولينا كر وفر ولا قلق ليلي مستمر ولينا عملنا تجربة عملناها كتجربة نجحت، نقصت السهرة متاع الليل نقصت برشا، ما عادش فدني القلق. وهكا علاش عملناها قريبة للشاطئ باش اللي يجي في الليل مشي بلغة العامية مشيركش على البحر يلقى السلسلة هذيك يولي يعمل مرشدير ويروح. هذا فيما يخص الليل، اما انا راه في السلسله مازلت مركبه حتى في النهار سيري ذا، فسر لي علاش. في النهار اختي مركبينها، الناس الكل ترغب باش تهبط فنتني ولا بكرهبها على قريب للشاطئ، وتولي تراكمات نتاع الكراه في جره بعضها، وتولي فنتني واحد يحب يخرج والاخر حط وراه، وتولي تدخل الامور بعضها. طريق صغير ماهوش طريق كبير برشا، ماهوش نتاع لي روتور ولا ماهوش نتاع لي روتور، ما ينجموش يدوروا في وسط الطريق، لازم يعمل مرشاريير بالطبيعة فهمتني ولا، وليوا يستعملوا المنبه الصوتي، ومنبه الصوتي يقوم الجيران الكل بما انها حومه صغيره، ناس كل صغار وكبار وناس كل تقوم، حتىش انت واحده من الناس، واحد مش يحط وراك باش مش تنبه الاولاد، ما تنبه الانسان اللي حط وراك مش تبدا تستعمل خليني نفهم معاك حاجه سيدي ذا، وهذه مهمه على الاخر للناس اللي يسمعوا فينا، يعني انتم ما كنتوش مسكرين الشط على الناس؟ لا 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 عيب، معناها اللي يحب يعوم ينجم، عيب عيب وحرام ما نجموش سكروا على الناس. بالطبيعة فدني الإنسان يجي يعوم كي سير الناس كل عنده حق في البحر وعنده حق فدني ولا في الشط يزمو يجي يعوم على روحه. أما إحنا عملنا شيء هذايا من الاكتظاظات ومن المشاكل. باش نسلك على نقطة أخرى ربما ما تعنيكش أنت مباشرة، بما أنك أنت مسكين الحي هذا، الشارع اللي وراكم فيه مشكلة كبيرة على خاطر الكياس مسكر من النص ومسكر ببرامل كبيرة ومسدود كلامه، يعني الشارع ما يتعدى منه حتى حد. لا هذاك أختي مسكر، أختكش ناس هكوما ناس ما هكوما يعملوا اللي يحب، ماهوش فوق القانون شو معناه يعملوا اللي يحبوا؟ يعملوا اللي يحبوا، هذيك هم حاطين برامل في وسط الكياس ما مكلمهم حد، والشارع اللي بعدنا مسكر بالحديد جمله من اول الشارع مسكر، هكوما ناس تتصرف كما يحلو لها. جوهره سما ستيشن موج مع الموجه.